ايه الدور اللي نفسك تعمله؟ مين الفنانين اللي بتحلم انك تقف قدامهم وتشتغل معاهم وليه؟ والله هو يعني في ناس كتير رحمها الله، استاذ محمود عبد العزيز ده كان كنت هموت واقف قدامه. طبعا استاذ محمود عبد العزيز عملاق، فريد شوقي طبعا قبل اي حد. دلوقتي بقى نفسي اشتغل مع احمد عز وكريم عبد العزيز. واحد بقى من الاثنين دول بقى ملناش دعوه يعني. نجوم لازم يعني ان شاء الله. من نجوم الشباب اللي مكسرين الدنيا كمان. طبعا لا تمثيل بقى. تمثيل كريم عبد العزيز بقى أنا يعني مع حفظ الالقاب يعني. تمثيل بقى يعني نخش بقى في الحته الجد يعني. فده نفسي احمد عز او استاذ كريم عبد العزيز. وايه يعني الدور اللي بتحلم او مستني انك انت تعمله؟ يعني احنا شفناك دلوقتي محامي وشفناك دكتور. يعني والله نفسي اعمل وقاضي. بالظبط. يعني انا نفسي اعمل دور غريب، دور مش يعني مش انا خالص. يعني نفسي اعمل دور مش انا خالص، زي مثلا موضوع الاختيار ده. ده مش انا خالص. يعني ده حد مش انا خالص. واخده بال حضرتك؟ فنفسي اعمل حاجه مش انا، حاجه غريبه وحاجه كلها اكشنات بقى. مش عايز اعمل حاجه دراميه، لا عايز اعمل حاجه فيها اكشن. وانا بتفرج بتابع دلوقتي المشاهد، المشهد مع روبي انا اندمجت. لا والله. هو يعني احكي لي كده العمل ده كله. ده كان الاستاذ محمود كامل. الاستاذ محمود كامل ده جميل قوي يعني. المخرج روبي هي مريحه قوي. ما انا بقى عايز اعرف التعامل مع النجوم والفنانين المختلفين اللي اتعاملت معاهم، زي روبي مثلا. والله ناخد حاجه. والله روبي احنا وقفنا احنا طبعا بنعمل بروفا الاول. فلقيتني بتزعق يعني انا بزعق لها. بتقولي هو انت بتزعقلي ليه؟ قلت لها ما انت اللي زعقتي الاول. طبعا عمتك انت بتقولي عمتي ايه يا عمتي؟ طب ما انت زعقتي، انا لازم ارد عليكي بزعيق. فقالت لي طيب ماشي، طب بالراحه عليا عشان انا هعيط بقى. لا جميله روبي. وهي فنانه. لا طبعا ممثله كمان شاطره قويه. طبعا بتحترم كل الناس وبتحترم ما عندها بطريقه مش طبيعيه. بتيجي قبل الناس بساعتين ثلاثه يعني. في الاعمال. بتيجي قبل الناس خالص. يعني مين قاعده في الغرفه بتاعتها من قبل التصوير بساعتين؟ مين من النجوم تاني يعني شايفه العلاقه بينك وبين الفنانه الجميله الكبيره غاده عبد الرازق وحبك للشغل معاه؟ مين من الفنانين تاني اشتغلت معاهم الفتره اللي فاتت حاسس انك اخدت الخبره منهم، حاسس ان هم فرقوا معاك؟ الكواليس برضو بينك وبينهم كانت عامله ازاي؟ عبد المغني. مغني خطير خطير. عبد المغني خطير. جميل. احنا لسه اول امبارح انا كنت قاعد في المونتاج بتاع فيلم شمس، فبتفرج عليه. هو نفسي بقى اشتغل مع خالد الصاوي، يعني هي ناقصه بس خالد الصاوي. هو معانا في الفيلم، او انا اللي معاه في الفيلم سوري طبعا. بس انا ما اشتغلتش معاه. نفسي اشتغل مع استاذ خالد الصاوي طبعا. وبتعلم منهم كتير، لان بقعد اتفرج اصلا ما بمشيش. خالد الصاوي لا ما انا مش همشي. عالمي يا خالد. يعني بخلص المشاهد بتاعتي واقعد اتفرج عليه. بتتعلم. ايه ده؟ ايه التمثيل ده؟ هو الفيلم ان شاء الله هينزل في شهر 10 ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك. قبل ما نختم الاول طبعا بقول لك كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك. بالصدفه كده يعني اكتشفنا ان عيد ميلاده النهارده واحنا بنعمل له التصريح. شفنا تاريخ الميلاد، فيعني صدفه حلوه ان يكون معانا النهارده. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك سنه يا رب تبقى سعيده كده عليك وشايله لك نجاحات كتير.